السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد فيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديو توقعات الأبرق أو شتى المواضيع أو إشارة البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. النهاردة عندنا فيديو بعنوان الكراش أو العلاقات عبر الإنترنت، يعني سواء أنتم كراشين على حد على الإنترنت أو عندكم علاقة مع حد على الإنترنت. هنحاول نهكر عقل الإنسان ده ونشوف بيفكر في إيه، هل هو معجب حقيقة بيكم ولا لأ، نواياه، مشاعره، حياته، عايش إزاي، وكذا وكذا. تمام؟ هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم أنتم. المجموعة الأولى الأحرف هتلقوها في صندوق الوصف أو أحد الأدمينات هيقول لكم عليها في الشات في تعليقاتهم، تمام؟ أو اختيار البيضة الوردية دي أو البنية. المجموعة الثانية القلادة دي أو أول حرف من اسمكم من الأحرف الموجودة تحت في صندوق الوصف. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا البيضة دي أو أحد أو أول حرف من اسمكم من الأحرف الموجودة في الشاشة. تمام، نبدأ على بركة الله باستعمال لغة كلوجي. نشوف طاقتكم انتم عاملة ازاي. اذا احتاجين اوراق اخرى هنستفيد بأوراق أخرى إضافية. تمام، جفاف عاطفي، جفاف عاشقة اللؤلؤ، جفاف عاطفي ما أقول لكمش. زي ما نشوف الجفاف ده حقيقة، يعني عايشين في جفاف عاطفي، محتاجين حد يفهمكم وحد يضيف حاجة، يعني لمسة على حياتكم تخليها تزدهر وتخرجوا من العفاف ده، من الجفاف ده العاطفي. غالبا اتأذيتم كتير من علاقات سابقة، وانتم دلوقتي عندكم خوف، يعني مترددين في الدخول في علاقات جديدة، أو مترددين إنكم تقعدوا تستنوا الكراش ده على إنه يعمل خطوة من ناحيتكم، أو تكملوا علاقتكم مع إنسان مبهم أنتم في علاقة معاه على الإنترنت. الأذية دي اللي تأذيتوها سابقاً زي ما نشوف هنا، تأذيتوها من أقرب الناس ليكم، يا إما زوج، طليق، حبيب سابق، غالباً يعني البشرة البيضاء والسمراء والحنطية. أو شايفين ان علاقتكم كلها ما تقدمتش وكانت علاقات فاشله وفاسده. عشان اضحككم زي ما نشوف صوره يعني الشجره هنا في فصل الخريف وهي تفقد من اوراقها، واحنا دلوقتي في تسجيل الفيديو ده في فصل الخريف، بس طاقه القراءه هنا مفتوحه، اي وقت تشاهد الفيديو ده هتقدر تشوف طاقتك موجوده ولا لا. تمام، انتم هنا في طاقه عاوزين تدخلوا في علاقه ومش عاوزين تدخلوا، عاوزين تخرجوا من الجفاف العاطفي ده، بس عندكم خوف وارق وتعبانين من علاقات خايفينها تكركر معاكم في الزمن وتدخلكم في متاهات كنتم عايشين فيها سابقا، بس مش عاوزين تعيشوا كل الاذيه دي. البعض منكم من العلاقات اللي انتم فيها بتاع الانترنت او الكراش ده خايفين منه بس عاجبكم، خايفين من انه ما يعملش خطوة او يدخل في حياتكم ويعمل نفس اللي عمله اللي قبله، فعشان كده انتم في تضارب في الافكار، تضارب في المشاعر، معجبين لكن خايفين ومستأنسين بالوحدة اللي انتم فيها دلوقتي. غالبا البعض منكم بعلاقة لكن عنده كراش، متجوز أو متجوزة وعندكم كراش، يعني إنسان عاجبكم
او ملاحظين انه انسان بيبص لكم كتير وبيحسسكم انه في اعجاب من ناحيته لناحيتكم، لكن انتم متخوفين من العلاقه دي، سواء انتم مرتبطين دلوقتي او عندكم كراش او عندكم علاقه في الانترنت. عندكم خوف رهيب من التقدم في العلاقه دي، لانكم تعبتم من كركره السنين او الاشهر في علاقه وبعدين تبوء بالفشل. دي طاقتكم. تمام. طاقة الأبراج اللي تنطبق عليها القراءة دي، هنكمل يعني مش دلوقتي، مش ما خلصناش القراءة بتاعتكم، تنطبق عليها القراءة دي بأكملها. الأبراج اللي تنطبق عليها الطاقة دي اللي قلناها دلوقتي، 100% برج السرطان، برج العذراء، وبرج العقرب. 80% برج الثور، برج الميزان، وبرج الحوت. 60% برج الأسد، برج الجدي، وبرج القوس. أما الأبراج المتبقية دلو وجوزاء وحمل تنطبق عليها القراءة دي 50%. تمام. نكمل القراءة دلوقتي عشان نشوف ما هي أولا طاقة الشخص ده اللي ضمرتم عليه النية. وجهة نظره في العلاقات العاطفية، شغله، وجهة نظره في شغله، أو ماذا يعني إيه هو شغله، حالته الاجتماعية، هل مرتبط ولا لأ، بماذا تحذركم الكروت أو الجانب السلبي في الشخص ده، الجانب الإيجابي، بعدين نواياه الحقيقية من ناحيتكم. تمام. طاقة الشخص ده غالبا زي ما قلت لكم علاقات عبر الانترنت، لان هنا فيها طائرة وهنا في سفينة، يعني في بعد مكان ما بينكم انتوا الاتنين، يا اما في نفس البلد هو في مدينة وانت في مدينة، يا اما الشخص ده في بلد وانت في بلد. وغالبا يعني حصلت العلاقة دي ما بقالهاش مدة طويلة. ليه؟ لانه الفراشة تكون يرقة بعدين تصبح فراشة، والفراشة ادالها ربنا انها تعيش 24 ساعة فقط. تمام. طاقة الشخص ده غالبا دلوقتي، سواء علاقات انترنت او شخص معجب بيكم، يعني اعجاب ده بالنسبة له عابر، الاعجاب ده اعجاب عابر مش مستقر، كل مرة يجي بتفكير على اكمال هذا الاعجاب، يا إما بطريقة السفينة ببطء، يا إما بسرعة الطائرة، إنه حاجة عابرة خلص، إعجاب بس وحيمر من حياته مش حيطول. تمام. وجهة نظره من ناحية العاطفة إيه هي؟ وجهة نظر الكراش ده من ناحية العاطفة إنها دواء لجراحه، إنه لما يكون في علاقة عاطفية يحس نفسه في نوع، يعني في نوع من الراحة، إن العلاقة العاطفية، الحب والغرام والحاجات دي تجيب له نوع من الراحة، تشافي من متاعب الدنيا، يعني عنده نظرة جميلة على الحب. تمام. لكن إعجابه بيكم، سواء علاقة انترنت أو كراش، أنتم معجبين به أو هو معجب بيكم، فالإعجاب ده زي ما نقول إحنا ليس في الواقع، بالنسبة له إعجاب وحيمر، لم يبني عليه مشاعر أو أهداف في المستقبل. تمام. بيشتغل إيه وبيعمل إيه؟ الإنسان ده غالباً ما بقالوش كتير من وقت
ما بقالوش كتير من وقت ما غير شغله او تخرج من الدراسة، او نقدر نقول الانسان ده الحاجة اللي تدخل البهجة في حياته هي عمله. يا اما بيشتغل يشتغل في حاجة فيها فرحة، حاجة زي طبيب نساء أو طبيبة نساء، أو الإنسانة دي بتدي أمل، أو الإنسان ده بيدي أمل لناس كتيرة، كطبيب نفساني، كمصلح علاقات، حاجة زي كده. شغله يترتب على حاجة جديدة، بيع وشراء بضائع، مثلا طبيب أطفال، طبيبة أطفال، مدرسة، مدرس، حد اجتماعي جدا. لما يكون في مكان بيدخل السرور على الناس الآخرين. تمام. دلوقتي هل الإنسان ده مرتبط أو غير مرتبط في حياته؟ غالبا الإنسان ده، للبعض منكم الإنسان ده هو مرتبط منذ مدة، لكن في علاقة صعبة معقدة بالنسبة له، عاوز يرتاح، عاوز وقت استقطاع عشان يخرج من العلاقة دي اللي طول فيها. هنا كرت فصل الصيف، ونشوف الأوراق صفراء، يعني زي فصل الصيف، نصها خضرة نصها أصفر. فهنا هو عايش مشاكل في علاقة معينة، وغالبا الإنسان ده متزوج، إذا ما كانش خاطب أو في علاقة مطولة هو متجوز، بس زهقان، زهق، بدأ يزهق من العلاقة دي. تمام. إيه الحاجات اللي بتحذركم بها الكروت من الإنسان ده؟ زي ما قلت لكم، هنا الإنسان ده والإنسانة دي بيحبوا علاقات عابرة، ما بيحبوش علاقة استقرار في علاقة، لأن هنا بنشوف فصل الربيع، البراعم جديدة، يعني دايما يجددوا في العلاقات بتاعهم، يدخل علاقة يخرج من علاقة، تدخل في علاقة تخرج من علاقة، ما بيحبوش الاستقرار في العلاقات. تمام. طب ليه ما بيحبوش الاستقرار في العلاقات؟ ايه السبب الحقيقي؟ بيستريحوا، لانه غالبا الانسان ده والانسانة دي، هنا بيقول ست وهنا راجل، يعني علاقة راجل مع ست. الانسان ده والانسانة دي عندهم طريقة خاصة في الحب لأي شخص، فبيحبوا دي مثلا إذا كان راجل فبيحب دي بحكم شخصيتها، بحب التانية لأنها جميلة، بحب التالتة لأنها إنسانة رقيقة، بحب الرابعة لأنه فيها ميزة بتعجبه فيها، وحبه لدي ودي ودي يختلف للكل، بحبهمش بنفس الطريقة. فعشان كده هو يعمل علاقات عابرة، ما يلقاه ناقص في دي يدور عليه في واحدة تانية بعدين يسيب دي، لكن هو دايما متعلق بالعلاقة الطويلة اللي هو فيها، يا إما متجوز يا إما عنده علاقة طويلة في المدة، بقاله 6 سنين 5 سنين في العلاقة دي أو حاجة زي كده. تمام. دلوقتي نشوف هنا الكارت ده، الإنسان ده غالبا تفكيره وتصرفاته يعني غير متكاملين في تفكيره، قيمة العلاقة الغرامية بالنسبة له قيمة كويسة، حنية،
راحة كذا كذا، لكن في تعامله ما يعرفش يتعامل، ما يعرفش يتعامل أو يستقر في علاقة زي ما استقر في العلاقة دي وطول في الزمن، وما يخدعش وما يخونش، لأن هنا الوردة الصفراء بتدل على الكراهية. فالإنسان ده غير متوازن في أفكاره، من ناحية أفكاره اللي هي يعني مفهومه الحقيقي على العاطفة أو على الحب أو على العلاقة ما بين رجل وامرأة، وما بين تصرفاته في الواقع. يهرب من مشاكل بخلق مشاكل أخرى مع علاقات أخرى، وفاكر إنه لما يدخل في علاقات أخرى حينسى اللي عنده، لكن هو بيعمل نوع من تراكم مشاكل. تمام. أهو، والكلام اللي قلته دلوقتي، قلب نص وردي نص أحمر وعلامة استفهام في الوسط، طاقة قوة وتغلب على كل حاجة، لكن في نفس الوقت السيف ده لما نمسكه كده يعني تهديد. فالإنسان ده ما يعرفش يعني يفصل ما بين الأفكار الحقيقية بتاعته ومفهومه للعاطفة، وما بين تصرفاته اللي ترجع عليه بالأذية. إنسان مستهتر بمشاعر الناس الآخرين، ظنا منه إنه لما بيدخل في علاقات متعددة زي دي، زي ما هو بيعمل كده، إنه هيقدر ينسى الضغوطات اللي عنده. فهو غالبا إنسان مش عارف بحد ذاته، مش عارف يعمل إيه أو عاوز إيه، أو عاوز إيه ويقدر يتحصل على الحاجة اللي هو عاوزها بالطريقة اللي هو عاوزها. تمام. هل في أسئلة أخرى نقدر نسألها؟ هل مع الوقت الإنسان ده هيقدر يفهم نفسه وتكونوا أنتوا المعجب بيكم أو اللي في علاقة معاكم عبر الإنترنت دلوقتي، يقدر أنه يتخطى كل الحاجات دي ويكون معاكم في علاقة يعني متزنة، وبيعرف يوصل الفكر بتاعه بتاعت الحب مع الواقع ومع الفعل بتاعه؟ لا، هيقدر مع الوقت. مع الوقت زي ما نشوف يعني صورة الست الأنيقة دي، يعني الأناقة صورة جميلة، الوردة الحمراء المحبة. الإنسان ده هيعرف مع الوقت إنه يصلح من الأفكار بتاعه ويعمل تناسق ما بين أفكاره وفعله، ويحسن علاقته معاكم انتوا. تمام. طب ايه الحاجة اللي هتدفعه انه يتغير ويصبح كده؟ زي ما قلت لكم، المشاكل اللي بيعملها لنفسه في حياته، عدم مقدرته إنه يطبق مفهوم المحبة أو العلاقة في أرض الواقع ويخرج من التصرفات اللي هو بيعملهم، هيدخلوه في دوامة لغاية ما لوحده يفهم إنه الرزق الحقيقي في الحياة هو لما يكون الإنسان واضح في كل حاجة، ويكون صريح ويعرف يتعامل في الحب بنفس الفعل وردة الفعل اللي تديهولي أديهولك. يعني هيشوفكم إنكم أنتم كنز في حياته، وبيكم هيقدر يتغير ويوصل للنقطة دي. تمام. نيجي دلوقتي نشوف نصيحة الكروت لكم يا أصحاب المجموعة الأولى. نصيحة الكروت لو شونجمون، التغيير.
هنا لو هازار الصدف، هنا لو بور بارلي. إذا كنتم في علاقات انترنت يعني التفاوض، هنا ما تسيبوش الصدف أو الحياة أو الوقت هو اللي يجيب لكم الحاجات اللي حد عندكم، لا، يجب أنه يكون فيه تغيير في التعامل ما بينكم وما بين الناس دول اللي انتم في علاقة معاهم عبر الانترنت، أو إذا عندكم كراش أو انتم كراشين على حد، يجب عليكم أنكم تغيروا وجهة نظركم، بتقعدوش في تعلق وتستنوا إمتى الحظ هيجي ويعمل خطوة الإنسان ده، لا. هنا كرت التفاوض بيقول إيه؟ حاولوا تاخدوا وقت مستقطع وتتفاوضوا مع نفسكم وتشوفوا إيه هي الحاجة الأنسب ليكم. إذا شفتم إنكم تستنوا حد يرجع لكم انفصلتم معاه، أو حد معاكم على الإنترنت تقعدوا في الكلام وتسيبوا الصدف هي اللي بتجيب الإنسان ده ويكون عاوز يرسم علاقته معاكم، أو الكراش ده يعمل خطوة من ناحيتكم، هتضيعوا حياتكم هتضيعوا وقتكم. فما فيش أحسن من أنكم تواجهوا الشخص ده أو تخرجوه من حياتكم. مثلا إذا أنت في علاقة غرامية مع حد عبر الإنترنت، أو أنت عجبك حد واحدة مكراشي عليها، صارحها وأفهمها أنك عاوز علاقة مستقرة ورسمية، مش كلام الأفلام أحبك وتحبيني على السطوح. وأنت كمان عندك علاقة مع راجل، اديله مهلة شهر نتعرف عليها، عجبك جيب مامتك أهلك وتعالى للبيت أختم لي وبعدين هتكلم معاك، مش تقعدي تتكركري معاك معاه سنة وانت في الكلام، أو تستني الكراش ده سنة على بال ما يعمل خطوة من ناحيتك، أو تستني الإكس بتاعك يرجع لك، لا. الحياة تستمر، ولا تدعون حياتكم في أيدي الأقدار أو عفوا الصدف، لا. الحياة مش لعبة عشان نلعب نسيب إيدنا نسيب حياتنا يلعبوا بها ناس احنا ما عندناش قدرة على ان نواجههم، على ان احنا عاوزين علاقة رسمية، مش عاوزين عبث بالسنين اللي في عمرنا. دي هي نصيحة الكروت لأصحاب المجموعة الأولى. نيجي دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا القلادة دي، تمام، حطها هنا عشان تكون على مرأى الجميع. نشوف أولا طاقتكم أنتم، مالكم بشويش عليا بشويش عليا وعلى الكروت، مستعجلين للدرجة دي؟ إيه ده؟ طاقتكم غالبا انتم في علاقه مع يعني بالانترنت مع ناس منذ مده قصيره، البعض منكم عندكم كراش او انتم مكراشين على حد، او حد عاوز يدخل في علاقه معاكم او انتم عاوزين تدخلوا في علاقه معاه، لكن حتى ولو الانسان ده يعمل خطوه من ناحيتكم، حتى ولو عندكم علاقة مع الناس في على الانترنت، انتم مش عاوزين علاقة عابرة، عاوزين ترسيم رسمي، مش عاوزين لكلكة في الكلام. زي ما شرحت لأصحاب المجموعة الأولى، الفراشة ربنا ادالها عمر 24 ساعة فقط، وهنا قبر مسيحي أهو، يعني علاقة قصيرة وتنتهي. انتم عاوزين العكس، عاوزين تبدأوا تدخلوا في علاقة رسمية مباشرة، وغالبا العلاقة دي اللي انتم عاوزينها ما بين رجل وامرأة، زي ما بنعرف كلنا واحنا عاوزين كلنا، يعني كل واحد عاوز يستقر، عاوزينها على أسس متينة، لا زي السفينة على البحر تقدر تغرق، ولا في الهواء تقدر تسقط وتتفرقع، عاوزين على أرض صلبة عشان تعرفوا إنه العلاقة اللي هتدخلوا فيها تكون نتيجة بتاعتها رزق عليكم، مش علاقة عابرة تقضوا وقت وتجيلكم المطبات في وسط العلاقة.
تمام. نيجي دلوقتي لأصحاب عفوا للطرف الثاني بتاعكم ده، الكراش أو العلاقات الإنترنت. تمام، سبحان الله، غالبا في فرق سن ما بينكم، أو فرق في العقيدة، أو فرق في حاجة. غالبا البعض منكم يا إما أنت بتحبي حد متدين، يا إما أنت بتحب ست متدينة وما عندكش الجرأة إنك تكلمها، أو أنت ما عندكش الجرأة على إنك تكلميها. تمام، فقط الشخص ده اللي أنتم ضمرتم عليه القراءة دي. غالبا الإنسان ده إنسان عاطفي، إنسان مسالم، وغالبا زي ما قلت لكم فيه تواصل ما بينكم عبر الإنترنت، أو فيه تواصل ما بينكم بحكم شغل تشتغلوا مع بعض، يا إما في صيدلية، يا إما في مستشفى أو في مكتب، فيه تواصل ما بينكم بحكم شغل. البعض التاني الكراش ده أو الإنسان ده اللي أنتوا بتتواصلوا معاه عبر الإنترنت، طاقته الحالية عاوز يتقدم في العلاقة، أو عاوز يقنعكم بنيته الخالصة. هو دلوقتي يا إما بيفكر في السفر، يا إما بيفكر على إنه يألف كتاب، أو عنده هواية الكتابة دي، إنه يكتب قصائد شعر أو حاجة زي كده. وغالبا البعض منكم اللي هم في علاقة أو يعرفوا الإنسان ده ولم يصرح لهم بحبه، ربما يعمل تصرفات بيوصلكم من عن طريقها الإحساس بتاعه من ناحيتكم، مشاعره من ناحيتكم، وغالبا فيه نوع من التخاطر ما بينكم. تمام، وجهة نظر الشخص ده فيما يخص العاطفة، قلت لكم إنسان مسالم، إنسان لما يدخل في علاقة يدخل في علاقة بصراحة، و يعني بدون كذب وبدون لف ولا دوران. أهو الشخص ده أنيق في ملابسه، عنده هيبة، عنده تفكير، يعني زي ما أنتم متمنين في طاقتكم، عنده أساس صلب، مش أساس إنه أي حاجة تيجي تزعزعه أو تغير من قراراته. هو اللي ماسك زمام حياته، مفيش حد يجي يأثر عليه، لا، هو إنسان عقلاني، وإنسان ما يأذيش الناس تانيين. تمام، طب هل الشخص ده في علاقة حاليا؟ كده ولادة، يعني عصفور صغير، بس هنا فيه رقمين، وده دي هي خاصية الأوراكل جي، يعني الأوراق اللي فيها رقمين هنا وهنا، وفيها أوراق فيها رقم واحد بس هنا، ما فيهاش في الأركان الأخرى. دي كده ولا كده تتقرأ بنفس المعنى، لكن دي كده تتقرأ بمعنى وكده بمعنى. كده ميلاد حاجة، العكس إجهاض. فهنا يا إما هو مطلق، يا إما في صدد الطلاق، يا إما مراته متوفية، أو هي مطلقة الإنسانة دي اللي أنت مكراشي عليها، أو هي مكراشي عليك، أو في صدد الطلاق، أو خرجوا من علاقة والعلاقة دي أذتهم كتير. تمام، هل فيه إنذار الكروت ليكم بخصوص الشخص ده؟ لا، يعني فيه رقم واحد هنا بس، في الأركان الأخرى ما فيش. الإنسان ده زي ما قلت لكم إنسان رومانسي وعاطفي، وبيحب كل ما هو زي ما شفنا في طاقته هنا، كل ما هو يدخل في التفكير الرومانسي، قصائد شعر، أفلام رومانسية، علاقة حب جميلة، يعني تصالح، تسامح، إنسان ولا أروع، فما تخافوش منه. تمام، طب إيه هي نواياه في إعجابه بيكم؟
عنده رغبة قوية على إنه يدخل في علاقة معكم، ده إلا إذا ما كانش أصلا يتكلم معكم أو يعرفكم بحكم الشغل أو علاقة إنترنت أو حاجة زي كده، لكن خايف من حاجة، خايف من ردة فعلكم، خايف انكم ما تقبلوش بيه، وخاصة ربما انت او انت مش متجوز او في فرق سن ما بينكم، خايف ردة فعلكم انكم ترفضوا بحكم فرق سن، بحكم عادات وتقاليد، بحكم الشغل انكم تشتغلوا مع بعض، بحكم انك من بلد وهو من بلد، بيحسبها كتير. الانسان ده بيفكر كتير على بال ما بيعمل خطوة من ناحيتكم. فهنا علامة الاستفهام في وسط القلب ده اللي نصه وردي نصه أحمر، بيشير إن الإنسان ده عنده رغبة، بكارت برج الأسد عنده رغبة شديدة ولهف شديد على إنه يبدأ علاقة معاكم أو يصرح لكم بحبه، لكن موقف كل حاجة كل خطوة خوفا إنكم تأذوه في قلبه، لأن الإنسان زي ما قلت لكم ده رومانسي جدا، فالناس عفوا الرومانسية بتخاف على قلبها كتير، عفوا وخاصة لما تتأذي، واحنا قلنا ان الانسان عفوا قلنا ان الانسان ده اتأذى في حياته وخرج من علاقة. تمام. طب هل رغم كل اللي قلناه ده دلوقتي الانسان ده هيقدر عفوا يتخطى العائق اللي هو قدامه ده اللي هو بحد ذاته عامله لنفسه، ويعمل خطوة من ناحيتكم، أم أول ورقة علامة التعجب؟ الإنسان ده هيطول شوية على بال ما يرسى على بر ويكلمكم أو يفصح لكم بمشاعره. ليه؟ لأن هنا علامة التعجب، هو مش عارف أي وسيلة يستعملها عشان يقدر يوصل لكم ويفهم لكم المفهوم بتاعه على إنه أفكاركم الاتنين تكون متزنة في نفس المستوى. هيبذل جهد على بال ما يلقى الوسيلة دي، هو عاوز طريقة يعني بتناسبه وبتناسبكم أنتم عشان تكونوا سورة ميم لونج غدوند، يعني تكونوا في نفس مستوى الفهم، ما تجيبوش عراقيل للعلاقة في فرق سن، فرق في مكان تواجد، فرق في العادات والتقاليد، الفروقات اللي ما بينكم. على بال ما يلقى الوسيلة دي هيطول شوية. تمام؟ تمام، وربنا يفرحكم. نصيحة الكروت ليكم يا أصحاب المجموعة الثانية، يلا La renommée, l'eau. Les pénates. زي ما قلت لكم الإنسان ده أو الإنسانة دي أو أنتم بحد ذاتكم عندكم خوف رهيب على ردة فعلها، فقاعدين في عزلة وفي انعزال، وقاعدين في زي ما بنقول بالفرنساوي dans votre petit jardin secret، يعني في الحديقة السرية اللي في قلبكم، عايشين الرومانسية لوحدكم ما بينكم ما بين نفسكم. ليه؟ لأنكم خايفين زي ما نشوف العاصفة هنا والزورق ده أو مش عارفة زي بيقولولها دي مركب ده، واخدينه الأمواج يمين وشمال، وفيه شجرة هنا وجناح وإنارة من جاية من السماء، يعني بتدعوا لربنا على إنه ينور لكم طريقكم عشان تخرجوا من الدوامة اللي انتم فيها دي على ردة فعل الشخص ده أو الإنسانة دي، على إنها يعني تفهم تقدر تفهمكم. تمام؟ أو هم الشريك ده يقدر يعني عفوا الكراش ده أو الإنسان ده اللي انتم في علاقة معاه إنه يقدر يفهمكم أو يوصل لكم الفكرة بتاعته في شخصيته بأكملها. يا إما أنتم يا إما الكراش ده أو العلاقة الانترنت اللي أنتم فيها دلوقتي يجب عليكم أنكم تخرجوا منها وتواجهوا
الحاجة العائق اللي مش مخليكم تكونوا مع بعض أو يصرح ما بينكم عشان تنالوا الاستحقاق بتاعكم لغنومي. تمام. نيجي دلوقتي نشوف الأبراج، أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الجوزاء، برج العقرب، وبرج الدلو. 80% برج الحمل، برج السرطان، وبرج العذراء. 60% برج الثور، برج الميزان، وبرج الحوت. وأخيرا برج القوس، برج الأسد، وبرج الجدي 50%. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.